تبذل مملكة البحرين بقيادة الفريق الوطني الطبي جهودا كبيرة في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، ما جعلها في مقدمة الدول في احتواء انتشار فيروس كورونا. جهود وطنية حثيثة تبذلها الصفوف الأمامية بقيادة الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والحفاظ على صحة المجتمع، ما جعل مملكة البحرين في مقدمة دول العالم في احتواء انتشار فيروس كورونا، لما تتمتع به من إمكانيات وطنية عالية في الحفاظ على صحة وسلامة كل مواطن ومقيم على أرض المملكة. مملكة البحرين بأبنائها المخلصين سعت بشتى الوسائل في التصدي لهذه الجائحة، بدءا من الفحوصات اليومية وتتبع أثر المخالطين، مرورا بتوفير التطعيمات الآمنة والفعالة بكافة أنواعها، بالإضافة إلى تقييم إعطاء الجرع المنشطة واعتماد آلية الإشارة الضوئية لقياس مستوى انتشار الفيروس، والتي كان لها دور كبير في خفض نسبة الانتشار والحالات المسجلة خلال الآونة الأخيرة. هذا وتتواصل الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، حيث أعلنت وزارة الصحة فتح باب التسجيل لتلقي جرعات منشطة من التطعيمات، سواء لكبار السن البالغين من العمر 60 عاما فما فوق، أو من يعانون من أمراض نقص المناعة، بالإضافة إلى تطعيم الفئة العمرية من 3 إلى 11 عاما ممن يعانون من الأمراض التي تسبب ضعف المناعة، وللفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما بموافقة ولي الأمر. وعلاوة على ذلك، أقرت مملكة البحرين بروتوكولات علاجية عدة أسهمت بدورها أيضا في خفض معدل الإصابات والانتشار، بعد أن تم التأكد من مأمونية البروتوكولات المتخذة. لا يسعنا أن نحصر جهود الفريق الوطني الطبي والصفوف الأمامية، فما بذل في هذا الجانب من قبلهم أكبر من أن يذكر في سطور، فها هي البحرين تمضي بثبات في مكافحة الجائحة وصولا إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، بالحفاظ على ما تحقق من نجاحات في هذا الجانب.